تحية طيبة مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة المرابطون، في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حواء. هذا البرنامج الذي يهتم بجل قضايا المرأة الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، الثقافية والحقوقية كذلك، وخاصة في الجانب النقابي وعلى مستوى هيئات المجتمع المدني والهيئات التي يمكن أن تتبوأ فيها المرأة أماكن قيادية ومناصب قيادية. هذا ربما ما نفتقده اليوم في هيئاتنا وفي المركزيات الموريتانية. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نتطرق إلى القيادات النسوية في الهيئات الصحفية تحديدا. طبعا في الآونة الأخيرة شهدت موريتانيا تبوؤ النساء لمناصب قيادية في الوزارات، في المناصب كالبرلمانات أيضا، ولكن ربما نفتقد هذه المناصب وهذا التمثيل للمرأة في الهيئات الصحفية والهيئات المجتمع المدني وربما أيضا في السياسة، في المجال السياسي كذلك. لهذا الموضوع استضفنا لكم الأستاذة ماريا لاجي تراولي، وهي إعلامية وكاتبة صحفية. أهلا وسهلا بك أستاذة ماريا. أستاذة ماريا، لو بدأنا أولا بنظرة شاملة وعامة لحضور المرأة وتمثيل المرأة في الهيئات الصحفية. أولا المرأة الموريتانية ولاحظ عنها داخل المجالات كلها عاد بها المرأة حتى المكانيك، وداخل الهيئات نفتقد فعلا بعد الشيء تمثيل المرأة في المناصب السيادية، نفتقدهم من قد الكم خالقات فعلا يا قارئ جود وقلالات. وذاكم واللي في هذه الفترة مثلا مفهوم والله مقبول باللي المرأة في مجتمع الموريتاني تمثل 52% تقريبا، معنا عن وجودها يطود ينحس به وتمولي بشكل ملموس، مو بشكل تمثيلي. كان هاي الهيئة فيها 10 رجال تعود فيها مرأة والله مرتين، لا يعطي تعود عندها القدرة والإمكانيات تتبوأ ذاك المنصب، يعطي تعود تلحقوته وتندار فيه، يعني تعود عندها الكفاءة وعندها برأيك أنت هذا التمثيل لأي حد ينعكس ربما إيجابا أو سلبا على مثلا قضايا المرأة وحضورها في هذه الهيئات الصحفية؟ هو فعلا ينعكس بالشكل السلبي على قضايا المرأة اللي ما بم صوت مسموع، والله لا عاد بم أود مبحوث مرأة واحدة قدامي تراجل قد لا تسمع صوتها يقال مو هو هذا، والمرأة أصلاً من الأصوات المقيبة أنا عنها لابد لها من وتفهم نسوة حاملات قضايا المرأة ويطرحوا مشاكلهم ويتكلموا مالي باسمهم بس من النساء ويطرحوا قضايا، يعني ربما هم أكثر أو أكثر قدرة على التعبير عن مشاكل النساء داخل هذه الهيئة. ضارك به نظرا منطلقا من النوع المرأة تقدر تطرح قضايا نسوية وقضايا والرجال يقدروا يطرحوا مالي قضايا نسوية، والأشياء غير المرأة عندها حس فم نسوي خاص بها هي المؤهلة طبعا أكثر لتطرق المشاكل المرأة بها اللي تعيشهم وتفهم وتعاني منهم وتقدم مالي تعطي مقترحات تحسين وضع المرأة حتى ربما تحسين حضورها في هذه المجالة. انت كأستاذك رئيسة فرع الاتحاد الدولي للصحافة الفرنكفونية شاركت ايضا ربما تقلدت عدة مناصب في النقابات، نقابة التعليم، نقابة الصحفيين الموريتانية، اتحاد الإعلاميات الموريتانية، ربما لو حدثتنا عن هذه التجربة كامرأة قيادية، ربما انت الوحيدة أيضا في الاتحاد الدولي اللي أنت رئيسة هذا الاتحاد. لا في الاتحاد الدولي نحن 4 نسوة فقط من ضمن 53 أفرع مترأسات الأفرع، وفعلا نقول عنهم لا تراكمات والله يجد وهم اللي خبرة اكتسبتها من خلال تبوؤ هالمناصب. فعلا أنا كنت نقود نقابة التعليم
العمومي سنه من عامة أعتقدتها، وكنت مولية من عامة مساعدة مكلفة بالصحافة الفرانكوفونية الحرة في نقابة الصحفيين الموريتانيين، وحاليا نائب ثاني الاتحاد إعلاميات موريتانيا، دائما مثل اليوم الصحافة مع الثقافة الفرنسية. وفعلا كنت مولية الاتحاد الدولي الصحافة الفرانكوفونية. لأنه رجعوا لهذه الاتحادات كاملين وكلهم الدور اللي قدمت للمرأة الصحفية، ولكن أختي تحدثينا عن تجربتك ربما الصعوبات اللي واجهتك في ذو المناصب القيادية والتحديات اللي تواجهي أنت كمرأة في هذا أول المجال. تحدي للمرأة بعد قاعد في أي مجال عنها ينقبل عنها تقعد تقود أي شيء، ينقبل عنها قادرة على تعدل أي شيء نظرا عن خلفية الاجتماعية اللي عندنا. المرأة ضعيفة، المرأة ما تقد تعد تمارس الأعمال الشاقة، ولا تقد قاعد يقود عندها رأي، ولا تقد تقود. أنا لا دائما ما قيودة، حتى ليش قود واحدة مديرة فرض علي قود نايبها راجل هو يقوم بذلك كامل كأنه يعد هو واللي على الواجب، ولكن نوع من الممارسات. فأنا حميدة في مجتمعنا وزينا عندنا، غير من الأسباب اللي ما يخلوا المرأة تبرز وجودها تدمي شخصيتها. وأحيانا المرأة أكثر اللي تعاني مع المرأة الأخرى زميلاتها من الرجال، من آليات ما يبقوا قاعد يقودوا من آليات، هي إشكالية خرحة مولي ومولي. فم تحدي آخر اللي عن حد بعني ود في أي مجال، من طرق بعد المجال الإعلامي المرأة تبقي تفرض وجودها فار عليها من ذيك الصورة النمطية تكسرها نهائيا. أنا مقدمة برامج يارطي نسعى نقدم برنامج ونعدل ذاك، حتى ذيك المشقة نتحملها كما يتحملها زميلي الرجل. أنا كما نقول لهم يقولوا المرأة الصحفية، قلت لهم صحابي يسوى امرأة يسوى راشد، هي مهنة المتاعب، حد يعدل عمله ويقوم به بجدارة ياكي ود موجود. أنا نين ود أنا ذلك نين عدل عمله وذا كامل يحضر لي، ولا نين نبقى وحدي ما نقدر نوقف ما نقدر نوقف قيادية. ماك شايف على مثلا المستوى الثقافي والله مستوى المعرفي للمرأة بشكل عام والصحفية بشكل خاص على أنه يقدر يؤثر على وجودها في ذي المناصب القيادية والله ذي المكانة اللي ربما سامية شوي؟ واحدة يرطل أن نطلقوا من واقعنا، نحن واقعنا نعرفان لعليات أصلا ما كان عزيزة للأسرة يقروا لعليات، ما كان يقرأ حق عنه في فترة معينة قرأ وحدات ورقة عاد تمدرس البنات عاد فعلا صامت الشيء، رغم أن بم تصرف به إشكالات اجتماعية أخرى اجتماعية. وصلا لعليات ما يبقوا ذيك الدراسة المعمقة الطويلة، أيات تعود رغبة الإنسان ما يبقي ما عنده الوقت، أيات يعود مالية فرضها لي المشكلة، قال لك مو مشكلة الآن حد يبقي يقرأ يبقي يتكون يقد يكون رأسه. في الأغلب الأحيان تعود على بسبب مثلا نظرة اجتماعية والله على أن كافيها من القراية شيء محدد، لأن هي اللي تعود مهيئة لأدوار أخرى. نحن كصحافة نعكس واجهة المجتمع. أنا عن نظرة اجتماعية تودي أنت تودي قادة رأي تودي صحفية ونتغير العادات السيئة للمجتمع، فرض عليك بعد قاع من ياسر من الشيء مازال متمسك بالمجتمع تبعدي عنه. ما قلت تودي الشاذة يا غير بك اللي انتي نيتويني ودي يحتذى بك المثل ما نعمل يعطيك بعد تقدمي فيه نموذجة. جميل. بالنسبة للغة اللي من ركانها قطعت حاجز الحمد لله أنا ما عندي حاجز اللغوي حق عني بيلانج ده مو بمعنى بيلانج اللي مولاه ما يعرف الفرنسية العربية، أنا ثقافتي فرانكوفونية وكيف كل شاب والله شاب موريتانيا قريت مولي العربية في المدارس ما شاء الله مولي أشبه أنا حتى بالعربية مولي من الفرنسية ونقدم مولي اللواق الوطنية الحمد لله أنا أعرف اللواق الوطنية الأربعة ما عندي مشكلة ما عندي حاجز لغوي الحمد لله. هذا على مستواك أنت الشخصي. بالنسبة للصحفيات أنت كمتابعة للواقع ومشاهدة
شايف فعلا مثلا اللغات قلت حاجز قدامهم اللي حاجز هو جاهل لا حد يعرف اللغه واحده قلت حاجز يا غير ياكل بين يعني اخر نشاط عندنا في الاتحاد كان التعدد اللغوي في الاعلام اللي صحوا به ما يرضوا يقبل عن اللغات وادروا حاجز بارك عندك جوجل عندك كل شيء وعندك مولي المراجع ما انا من قد نعدل معك مقابله بالعربيه قد شفت واحدين عدلوا مقابله مع رئيس الجمهوريه وفقوا باللي جاوبهم بالعربيه انت قبل الجواب وترجموا ما بينك مع براد فير لا تكلمني بالفرنسيه بولاريه لا انا اطرح سؤالي فهمت تجاوبني وقال لي تجاوبني به كمهني انا قبل نستخدم اذا هذا بشكل عام اللغه تشكل حاجز قدام الصحفي بشكل عام دون صحفيه قاعده هم كاملين في المجال خلينا نقيسوا الهيئات الصحفيه والادوار اللي قدمت للمراه الموريتانيه نبدو من عند الاتحاد الدولي للصحافه الفرنكفونيه قليل بقى ما قط قبال عدلنا شيء خاص بالنساء احنا كنا لا نجمع الصحافه كامله لكن عدلوا يعني هم كان يا غير هون الشبكه وهون اتحاد الاعلاميات موريتانيا وهون النقابه هي اللي حاضنت ذا كان حاضنت شبكه عاد عندوك اتحادين والله تجمعين نسوي خاص بالنساء قاربه من النقابه اللي حاضنه ذا كامل في المنضه اللي كنت في مكتبته نقابة الصحفيين قطع الدنة تكويني للإعلاميات واحد مع ريترز كان تغطية الإعلامية للمرأة لا كوفرتور دي فام بار لي فام كان فيه انه زين تغطية المرأة الصحفية لقضايا المرأة لا لا كوفرتور دي فام امرأة تغطي اهتمامات امرأة ربما اهتمامات امرأة وكان عدلنا بريترز وذيك الساعة غضبوا وحدين قالوا ريترز ولماذا وكذاش ومولي ذيك الساعة عدلنا قصدنا نسبقوا الفرنسية بالفرنسية مولي مهم شيء بعد الشيء ما تتاح لهم الفرصة دائما يكونوا كيف تزوم لهم الاخرين بالعربية والتكوين الاخر كان في ايجاو وكان دائما مولي في اطار نقابة الصحفيين يا قريك الساعة كنا نسعى والله كنت انا دائما نسعى ان نسوى فرعود وفهم يسوى في الشبكه يسوى في الاتحاد يسوى قاع مو متابعين اي هي كنا نكونوهم وقطع عندك تكوينات الاثنين كانوا جيدين وقطع ما اللي شاركنا في 20 سنه عقب بيجينغ ملتقى كان في كازا نساء يصنعن الخبر وكانوا من هيئات النسويه الموريتانيه كامل هم انا مولي كنت مثلا النقابه وتطرقنا قاع تاريخ المراه الإعلامي في موريتانيا أنت بدأوا الأوائل وذوك اللي كانوا مولي قدوة وذوك اللي مولي قدموا شي كيف مرحومة سالكة من تسنين الله يرحمها زميلة الأخرى اللي إنها من سيدي وكيف تراكيسي وكيف تندوقي كيف وحدات معلوم بهم وحدات مولي ما معلوم بهم بلي للأسف مولي جيل ورا جيل ما يتمسك بذاك بذوك التجارب الخلق في العالم خارج شين قالوا ربما قد يعودوا من غياب على ان يعودوا فهم صحفيات مهتمات على انهم ينقلوا تجارب صحفيات اخرى قد يعودوا هم اللي ما عندهم ذيك الفكره كاع اللي هم اللي تجاربهم يدونوها عالم القرب تجيني تودي في مجال تدوني رايت ذي المشكله رايت العرقله نكتب عنها ياك اشياء رجال جايه تستفاد من هذيك العقليه نحن ما عندنا وانا لا احتكار المعلومه وتجربتي لا نشد اخبارها مع نختار نتقاسمها مع واحدين ذاك فعلا هو اللي ادعي هم اللي الاعلاميات الشابات لما يروا ذاتهم في المجال الاعلامي يمشوا يسون مجال اخر معناته هذا يردنا الاشكال الاول اللي هو على انه غيابهم والله عدم وجودهم كاع في ذا المجال قد يعود النتيجه على انه ما هم جابرين قدوه فيه والله ما هم جابراتهم اللي دفع فيه واحد غيابه ما يجبروا ذاتهم فيه واحد يجوه عنده نظره خاطئه واثنين يدخلوا يعرفوا انه ذاك ما ذاك واحده ما اللي كيف تنارت للمجتمع الاعلامي المجتمع عنده صوره نمطيه الإعلامية به اللي ما هو محبب والله ما كان معزز عندهم أنك أنت تفتحي أي صالون رأي بنتك تتكلم فيه أعطيك تجربة راكيسي طالت 10 سنوات في التلفزة الموريتانية الوحيدة يتقدم النشرة بعد 10 سنوات جات من تربي كانوا البرامج كلها
قدموهم أجنبيات بما بالمجتمع ما كانوا متقبلوا ظهور المرأة في الإعلام. وإلى ظهركم والدي فهم بعد قاع بعد الصور النمطية يا قاهرة بدأت تتغير. وثانية والدي المرأة الصحفية ولا المرأة القيادية عيات سعود هي اللي تود أرقى لتقدام. كيف أنا ينعرض علي منصب نبع عنه بي اللي نتيجة لانشقالات اجتماعية والله نتيجة لي أنا ذيك المسؤولية أنا ماني صايبة لها والله حاسة هذا نختار تم تهرب عنها والله نشي بعدها عدني عود قيادي. هذه مشاكل ذاتية قاعدة تقوم بي للمرأة تجي لقاعة التحرير والله تجي لمؤسسة إعلامية جايبة بعد قام هي كمرأة دور المرأة الأم هي تجبر مشاكل من دنتها واحدة كونها مرأة واحدة كونها مرأة صحفية بعد تجي بعد قاعد عند ذاك سكادو اللي مرضى اللي هم تقوم به وذاك المتماشي معه وتعرف يعني مهنتنا مهنة صعبة شوي تطلب ياسر تطلب ياسر من وقت تطلب ياسر من جهود وياسر من شيء يأتي كاد انك تعطي شبه والله شهر قاعدك ما شفتيهم تطلبيت نقزي تمشي ما انك صايبة يفوتك المناسبات اجتماعية يفوتك كأنك حياتك متميزة شوية عن النسوة الأخرى نتيجة من الانشغالات وإكراهات العمل. انت كقيادية تجربتك ربما تعود قد تعود نموذج قد ياسر من الهيئات الصحفية والمهتمة بمجال التعليم كذا. كيف قديتي توفقي بين هذه الثنتين العمل والبيت ومتطلبات الأسرة؟ لك بقى صعيب لأن كنت نقول لك عن صعيب أصعب تجربة رأيتي في خلال عملي في جريدة لا تريبون يعني جد كاتبة فيها حق أنا ما كانت أصبحت كانت جريدة ذكورية ما فيها أنا يا أول مرة نشتغل في ذيك الجريدة جميل. وكان مطروح لي تحدي شخصي أني يعني أنا ما نبغي الكسرة ولا نبغي وشجر إلي شيء وأنا فعلا جيت لصاحب المكتوبة ما نعرفه معنى أني فرض ألي أبني وشجر إلي لكن غير دائما درت في راسي أني ذا الخطا العدة ما نولي له فرض ألي من أبراز وجودي جميل واشتغلت فيها الحمد لله غير كان صعيب صعيب حتى حتى في المجتمعات المنفتحة العالم الإعلامي عالم ذكوري بحت جميل. خلينا نقيس اتحاد الإعلاميات الموريتانيات وطبعا مازلنا لاف تأثير الهيئات الصحفية على مستويات الصحفيات وعلى أدائهم في مجال الإعلام. اتحاد الإعلاميات الموريتانيات ماذا قدم للمرأة الصحفية؟ يعطنا بعنها أنه بعد قال لي عدل جائزة أنها متسيدي بعد قال أولى ومسمية إلى امرأة كانت قدوة قائدة صحفية مهنية متميزة محترمة خالطة بين الإعلام والحقوق والله كذلك. واتحاد الإعلاميات لا كيف اتحادات مشكلة اتحادات شنو مشكلتهم بعد قاع مادية واحد يعود ما عنده تمويلات ما عنده إمكانيات لا عاد كل شيء يبقى يعدل ولا عاد عنده خطة عمل كيف تري قلت ما يعدل فمولي مطروحة مشكلة مولي على أيا وجوش من الإكراهات ما عند حد فيهم شيء نحن اتحاد مثلا عام الأول ما عدل شيء بكوفيد وبرئيستنا واجهة كانت شيئا ما كانت بهم صحة ياسر من شيء يدخل في ذي غير المشكلة الحقيقية هو الموارد هي خالقة المادية والبشرية المادية أساسا المادية البشرية فهم صحفيات ما خارجة صحفية إذا أنت ما عندها تجربة ما خارجة صحفية ما تقدر تكون في أي مشاكل إلا هذا التبادل أرى بين أنا وأنت من دول تكوين بالنسبة لهم بيلي أنا نقرأ منك وأنت تقرأ منك ونعطيك اللي مو عندك واتحاد قال عنه شيئا ما بعد لا قدم شيء للمرأة بيتكلم بس من المرأة وفيه لا نسوة رغم عن جائزة أنها من سيدي قبلنا معيار النوع ناقصين الرجال اللي الإعلام مفتوح للجميع وقطوا مولي في الزمن تعرفي نحن مولي مكتب جديد من سنتين والله ثلاثة قال مكتب السابق طراق القضايا المرأة وعالج الموضوع وروج المرأة للمناصب القيادية وطراق الصحة الإيجابية والمرأة حتى المرأة هذه النزوف
النساء وكل شيء، حتى في الانتخابات كيف تغطية المرأة وتحدياتها. التحديات اللي تواجه من درا كانوا نحن نقول لك من منطلق على ينشاف في الساحة الإعلامية على أن فماتيها ضعف الحضور قضايا المرأة من قبل الصحفيات أنفسهم يتناولوا قضايا المرأة اللي تعود جوهرية وإشكالات عين جبروا بعض زملائهم وهم اللي يتناولوا. وبالنسبة للصحفيات لا في المقالات ولا في البرامج ولا حتى في يعني الأجناس الصحفية كاملة جبروا يعني تنلود النموذج اللي يعود كي مخاطو شبكة والله ماخذوا اتحاد الصحفيات ولا اي هيئه حاضنه للصحفيات الموريتانيه. هذه الصحفيات اصلا يتطرقوا لقضايا المجتمع بشكل عام. بشكل عام ما يخصوا الامور حتى باللي يعني المراه، وهي زاويه مهمه رغم حاجتنا بالنسبه لهم المراه ولا المطبخ ولا الديكور تجميل بعيدا عن القضايا الجوهريه. بعيدا عن القضايا الجوهريه، وانا قايله ان ذاك بقى خطا اللي يعطوهم يعالجوا بعد كاع وروج المراه للمناصب القياديه في الاحزاب السياسيه. وما هو دا الجمعيات وحدهم والمنظمات، الاحزاب السياسيه قيادات نسويه كلاب تمثيل فيها. ما قلت الهيئه النسويه اللي كل حزب عنده دارك هيئه نسويه عندنا كوتا 20%. يا غير خرص قبضي حزب وخرصي قياداته من الرئيس كاع قاضت تحت، خرصي النساء كم خرصي مناصبهم شنو من درا دارك عندك حزب امينتون العام امراه عالمه بنقاب مرقب نقابة المعلمات مثلا أميتها عامه امراه، لماذا الامناء العام دائما رجال؟ لماذا عندنا احزاب سياسيه رئيساتهم اليات يقر تحتهم كم راجل؟ كان هذا حتى يعني الدور ما تشكي على راجع المراه من نفسها، لماذا انا نقول لك؟ احنا ما نتطرقوا يقولوا البيضاء شي فينا ما يدري. لا عيني على كاين تعود انت رئيسه وانت لا ديكورتو يعني تسيير والافكار ومقترحات راجل. راجع يعودوا من افكارك، انا ما نفهم رئيس هيئه والله راكاش يكتب له خطاب ويجي يقرا، انا خطابي اللي نكتبه انا. ما لابد من يعود مكتوب لي وهذا. بالنسبه للمراه اذا راجع علاش؟ لا راجع للتهرب. نقول لك انا النساء يعني النساء يتهربن من المسؤوليه. تمييز ايجابي وعادوا يكونوا وعادوا يمشوا مسيوهات في الداخل وفي الخارج كيف الاعلاميين كاملين. أيوه. وعندهم ياسر من شيعه غير مولي عياوي هما اللي تهربوا عن ذيك المسؤوليه بذوك الاعذار القديمه. ايوا زين كيف نشجع حضور المرأة في هذا من رأيك أنت؟ العاد مثلا العاد عندك نقاط أو مقترحات لتشجيع حضور المرأة في الهيئات الصحفية والمجالات الأخرى؟ أساسا مهم عندنا الهيئة الصحفية. الناس يقولوا أنهم يختاروا التمييز الإيجابي، هو أي تمييز في تهميش. أنا أختار عنه كيف هاي فكرة غريبة. يقولوا لك تمييز الايجابي للنساء والله الحرطانيات والله كذا. يعني انا نميز مد حتى لا اتماع عن غير قصدي نهمش مد اخرى، يعني ندير معايا حد عنده غير كفاءه عنده مثلا عدد سنوات معينه من الخبره كذا عشان يحق له يدير فريق يحق له كل حد يشتغل على مستوى. انا نبغى مجهول ياكل الحق ذاك وشي واضح وشي مولي ما هو هذا وحق امورنا الاخرين التوصيه لا حكم كم زيد احكي في مجال الاعلام اللي نود ندوروا فعلا اصلاح يعطي نود عندنا معايير مهنيه وحقيقيه ومطبقه ما في مجامله حد بكى على عود ولا سكت يا غير مولي ما نظلموا حد والنساء بالخصوص يعطوا مولي يعدل هم ماني نقول لك تمييز ايجابي غير مثلا كل كميه من الماده تنقبض يعطي ودفم شيء محدد للنساء. البرلمان مال فيه انكوتا كل شيء يديروا فيه انكوتا ذاك يمشي في سياسات الدوله اللي داخله في اطار النو ويمشي في السياسات العامه اللي تدعم وروج المراه للمناصب القياديه سواء سياسيه سواء يا غير يعود بصفه مهنيه شيء ما هو مهني ما عنده استمراريه ويقد اولي الحال
يحل شنو المشاكل يا غير مواليدو. مواليد ما راك شايف فعلا يقبض وقت، لان كي مثلا طبيعه المجتمع اللي كان تعليم المراه فيها ضعيف، عندها مستوى يعني من المعرفه اللي تقبض بري ما في شيء اخر، يعني حتى حضورها في بعض المجالات والتخصصات تشوفيه قليل. ما راك شايف فعلا التمييز الايجابي قد يعود فعلا ايجابي، لانه يعود تشجيع قاعد قد يعود مستمر باللي لا قدر الله عاد فهم تمييز ايجابي وعندنا 50-50%. لابد انا من وقف وذاك الشيء، مو ذاك اللي انتم وقع الحمد لله مقدمين النساء ونهمش الرجل. يا تحد نتري عدل معايير عادله واقعيه. لو خار ينقالوا سياسه لا الحق يقولوا الناس لو بوليتيك أخر لا شيء يعدل وأكثر ضرر على المرأة بليون كفاءات نسوية فتبارك الله والنساء مقتدرات يا قير ما مشدود أخبارهم بسبب هذا التمييز الإيجابي، بسبب بيوس ما هذا التمييز الإيجابي اللي التمييز الإيجابي ينقال يا قير فعلا ما هو الخال وجب الحقيقة ما هو الخال. طيب كنا في تشجيع حضور المرأة في قاع المجالات كاملة، تشجع بالجوائز، تشجع بالدعم المادي. تعرف يعني حتى في البنوك المرأة مهمشة، امرأة لين تتخطى سقف معين ما تريد يسلف لها بها المرأة لابد من يجي راجل ضامنها، لين يمولوا المشاريع يمولوا النسوة يمولوا بصفة محدودة يا غير أكثر يراه الراجل بها المرأة. ذوك النظرات الدنيا ورياضه من قلب شو من البلادات المرأة تعود وارث الأراضي ينعطي شيء آخر بها اللي مرأة ما يقدود عندها أراضي ما تقد تعود عندها مواشي ما تقد ذاك هو اللي بعفت المرأة. أقل مرأة أني تقرأ المرأة اللي تود عندها مد طبعا دائما راجع للنظرة الاجتماعية باصل لأيدي وفم سياسة حقيقية وخارجين ضرق ما شاء الله ما نقد نقول عن المرأة الموريتانية قاع مهمشة بالنسبة للعربية التهميش الكاسرين نحن ما شاء الله نختار كمين تقيسي من الدول تعرفي عن المرأة الموريتانية مكرمة ومعززة وعندها ياسر مشي يا قرية واجعيات ما تستقل الفرص يعني الإشكال جاي من المرأة من أي جاي منها هاي تربية النشأة والتربية الاجتماعية اللي قسمت أدوار جندرية بين المرأة والرجل ربما هي الأساس اللي هذا مرأي مرجع مدرسي كتاب يكتب لك فاطمة تطبخ وفلان يلعب الكرة معناته تنشئ بعد حتى في مخرجاتنا التعليمية المرأة نديروها في زاوية معينة بالتالي إذا النوع دائما يعود ملاه يعني صعيب يعني يعود قاعد يفكر في منصب قيادي والله قاعد يعود عنده ما رأيك شاكة؟ لا ماني شاكت لا وحدين يطبقوا لنا الرجال وقوامين على النساء يقرأوا قراءة تهم شنو وهي فعلا ما همشتنا لا ما فهموا ذاك الفهم الصحيح لهذه النصوص. كنا في إطار تشجيع المرأة وحضورها يعني بنظر عامة تحديدا في مجال الإعلام، كيف نشجعوا حضور المرأة في مجال الإعلام وأساسا فكرة على أنها تعود تتناول قضايا المرأة بالتحديد، يعني المرأة صحفية تناول قضايا المرأة والشباب. المرأة الصحفية كان أكبر تحدي عندها تتناول المواضيع السياسية وعاد تتناولهم ونسات وتوفى عنها مرأة يا قري أود فهم تحفيز برنامج نسوي يا طقاء قيادات النسوية يؤدوا يدعموا ويؤدوا راهو ويؤدوا مولي يمشوا مشاكل موما ويؤدوا يتناولوا ذاك هو اللي تقدت المرأة ترجع على راسها يظهر كلها سياسة والطب وذا الشيء وبه اللي صار هو على الإنسان شيء لا لكن اللي ممنوع عنه ما كان يكسام هون سنوات ما كنت تتخمي امرأة تحاور وزير تحاور رئيس حزب سياسي وتعدل حوار سياسي وذاك الحمد لله تم تجاوز الحمد لله يا غير المرأة يلطي وتوت عندها زاوية خاصة بالنساء وتوت ما هو لا في التلفزيون حتى في المجالات في الماجازين وتبم زاوية نسوية ما يخسر شيء. جميل جدا. خلينا نجول تمثيل المرأة في الملتقيات الدولية يعني من المرأة صحفية مولي يعني هل فعلا المرأة صحفية ممثلة في الملتقيات الدولية هل تنقل قضايا المرأة للملتقيات الدولية؟ والملتقيات الدولية حسب
بالمواطن يقر بأنما أنت امرأة يعطيك طالما أنك سفيرة وطنك ماشية تمشري دولتك واحدة ماشية في ذا المجال يعطيك لا تنسى أنك النساء في ذا المجال الإعلام عندهم مشاكل خاصة يعطيك تم تطرحيهم كيف مشاكل التكوين كيف مشاكل قاع مشاركة في ملتقيات الدولية قال لك مشونا راجل ومرأة لماذا ما تقول مشونا خمس عليات وراجل لماذا ما ينطرح تطرحي مشاكل لعليات كبار تبادل الخبرات لماذا يعدل ملتقيات الدولية مرقب لماذا لين تمشي ما تقولي موريتانيا تحتضن مثلا الاتحاد الدولي والله فيش والله شي وتحتضن وهون الملتقى والله جميع العامة معدلة موريتانيا لماذا إشكالات كبرى فعلا مطروحة على مستوى على المستوى السياسات الحكومية من ركانك راضي عن السياسات الحكومية مثلا تشجيعها ربما للمرأة ودعمها لتبوّى هاي المناصب القيادية نعم سياسات الدولة ظهرك وخطة عمل يظهر فيهم دعم الوروج المرأة للمناصب القيادية لا اللي خارج منه زين عندي غير نطالبه بأكثر مزيد كلمة أخيرة نختم بها للهيئات كلمة للهيئات الصحفية اللي عامة قاع جامعة صحفيين كاملين وكلمة للهيئات الصحفية اللي حاضنة للصحفيات كلمة الأخيرة اللي نقول للهيئات الصحفية كاملة والمسؤولية بخاصة عن التمسك بالمهنية والتكوين المستمر وإبراد الذات من خلال العمل الجاد هو الوسيلة الوحيدة يمكن تبوء بها المناصب القيادية وثانية نختار مالي نتهز الفرصة نشكر مليون على تضامني مع الصحفيات الفلسطينيات اللي كيف الرجل الآن يواكبوا تغطية الأحداث كيف تسميهم الصحفي ويوقع عندهم مليهم وغارك تحدي كبير ومشاكل يقارق مذلك يعدلوا عنهم صامي داس تحيي لهم من هذا المنبر نحييهم كاملا شكرا لك الأستاذة ماريا لاجي تراوري صحفية وكاتبة إعلامية وكاتبة صحفية شكرا جزيلا لك الشكر أيضا موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على كرم المتابعة إلى أن نلتقي في حلقة أخرى دمتم في أمان الله وحفظه السلام عليكم